وزير المالية يؤكد انتهاك الدولة سياسات مالية أكثر تحفيزا لتحسين هيكل الاقتصاد ودعم القطاع الخاص. منظمة التجارة وصندوق النقد يحذران من تضرر الاقتصاد العالمي جراء الاشتباكات بين الفلسطينيين وإسرائيل. ارتفاع أسعار النفط بسبب مخاوف الإمدادات بعد تجديد الولايات المتحدة للعقوبات على صادرات الخام الروسية. نشرة اقتصادية مفصلة تأتيكم على شاشة النيل، أهلا بكم. أكد وزير المالية محمد بعيد أن تنمية الموارد المحلية بهدف تعزيز قدرة الدولة على تحسين حياة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم واحتواء الصدمات الاقتصادية العالمية. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بندوة خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين والمنعقدة في العاصمة المغربية مراكش. وأكد وزير المالية أن الدولة تنتهج سياسات مالية أكثر تحفيزا لتحسين هيكل الاقتصاد مع توفير مساحة أكبر للقطاع الخاص لزيادة مشاركته في عمليات التنمية الشاملة والمستدامة. قام وزير المالية محمد معيب بتوقيع مذكرة تفاهم مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمينة التنفيذية لمنظمة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا، وذلك لتعزيز كفاءة الإنفاق الاجتماعي. وأكد وزير المالية أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة للفئات الأكثر احتياجا بالعمل على توصيل الدعم لمستحقيه. بحث وزير التجارة والصناعة أحمد سمير مع وزير التجارة التركي عمر بولات سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتطورات الوضع الاقتصادي العالمي. جاء ذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات الاجتماع الوزاري للمنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي في نسخته الرابعة والمنعقد بمدينة اسطنبول التركية. وتناول اللقاء استعدادات زيارة الوزير التركي على رأس وفد يضم رجالا وسيدات للأعمال للقاهرة والمقررة خلال يومي 27 و28 من أكتوبر الجاري لحضور المؤتمر والمعرض الدولي الثاني للتصنيع وعقد لقاءات ثنائية مع نظرائهم المصريين. بحث وزير الدولة الإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى مع يانغ جينغ ياو رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الصينية تعزيز التعاون المشترك بما يخدم الجانبين. وخلال اللقاء تمت مناقشة أوجه التعاون المقترحة ذات الاهتمام المشترك لتبادل الخبرات في التصنيع المشترك في مجالات التصنيع المختلفة في إطار توجه الدولة لتوطين الصناعة. أكد وزير الري هانس ويلم أن مصر تبذل مجهودات كبيرة للتعامل مع التحديات المائية خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر سلبا على قطاع المياه. وخلال حفل تكريم 29 من المتدربين المصريين والأفارقة أكد سويلم سعي مصر لدعم الدول الأفريقية وتعزيز التعاون معها ورفع قدرات المتدربين الأفارقة في مجال المياه خاصة خلال فترة رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة في دورته الحالية. حذرت منظمة التجارة العالمية من أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سيكون له تأثير كبير على تدفقات التجارة الضعيفة، ومن جانبه توقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع النمو في دول المنطقة إلى 2% خلال العام 2023 في مقابل 5.6% في 2022. قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إنه لا توجد خطط لإنشاء اتحاد دولي للغاز الطبيعي على غرار منظمة البلدان المصدرة للبترول. كانت روسيا قد خفضت إمداداتها من الغاز إلى أوروبا وهو ما كان مصدر لدخلها الرئيسي من مبيعات الطاقة بنحو الثلثين وسط تداعيات سياسية بشأن أوكرانيا. وتعمل موسكو على زيادة مبيعات النفط والغاز إلى آسيا وتتطلع إلى زيادة كبيرة في صادرات الغاز الطبيعي المسال والمنقول بحرا.
الصين ارتفعت الواردات من النفط الخام في سبتمبر بنحو 14% على أساس سنوي مع زيادة المصافي مشترياتها قبل عطلته الأسبوع قبل عطلة الأسبوع الذهبي، والتي تشهد تزايدا في حركة السفر وتحسن في مؤشرات التصنيع. وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن الشحنات إلى أكبر مستورد النفط في العالم بلغت الشهر الماضي نحو 11.13 مليون برميل يوميا. وإلى سوق البترول العالمية، حيث ارتفعت الأسعار بعد أن شددت الولايات المتحدة برنامج العقوبات على صادرة الخام الروسية، مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات في سوق شحيحة بالفعل. وصعدت العقود الأجلة للخام القياسي الأوروبي مزيج برنت بنسبة 4.1% لتصل إلى 86.36 دولار للبرميل، كما زاد الخام الأمريكي بنسبة 0.6% مسجلا نحو 83.44 دولار للبرميل. ويتجه خام برنت لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.1%، كما يتجه خام غرب تكساس الوسيط للارتفاع بنسبة 8% هذا الأسبوع. وصلنا إلى ختام نشرتنا الاقتصادية المفصلة، بقيت تذكرة بأبرز ما جاء فيها. وزير المالية يؤكد انتهاج الدولة لسياسات مالية أكثر تحفيزا لتحسين هيكل الاقتصاد ودعم القطاع الخاص. منظمة التجارة وصندوق النقد يحذران من تضرر الاقتصاد العالمي جراء الاشتباكات بين الفلسطينيين وإسرائيل. وارتفاع أسعار النفط بسبب مخاوف الإمدادات بعد أن شددت الولايات المتحدة العقوبات على صادرات الخام الروسية. انتهت نشرتنا، دمتم في أمان الله.